الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. الرب معكم. حضرة صاحب السيادة المطران ويليام الشوملي جزيل وقار، النائب البطريركي في الأردن، أصحاب السيادة الإخوة الكهنة والرهبان والراهبات المشاركون في إكرام أمنا مريم العذراء سيدة الجبل، باسم آباء الكلمة المتجسد من كهنة ورهبان وراهبات، باسم أبناء هذه الرعية نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك الذي نلتف فيه حول أمنا مريم العذراء سيدة الجبل، وفي مزارها الذي رفعه وأعلنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني مزاراً للحج المسيحي. فأهلاً بالقادم وبالقادمين باسم الرب لنحقق قول أمنا مريم العذراء: فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. نرفع الصلاة في هذا المزار لأجل السلام، لأجل الأردن ومليكه وشعبه، وللبلاد المتألمة والتي تعاني من مشاكل وصعوبات. نرفع الصلاة لتبارك العذراء بلادنا وعائلاتنا، ولتكن مثالنا في الحياة الإيمانية والمحبة المسيحية. فيا سيدة الجبل، انظري إلى صلاتنا وإلى إكرامنا لك وباركينا جميعاً. آمين. أيها الإخوة والأخوات، إذ جئنا نطلب شفاعة أمنا مريم العذراء تحت مسمى سيدة الجبل لنندم على خطايانا وتقصيرنا كي نكون أهلاً لنيل شفاعتها والاقتداء بمثالها. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. يا رب
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. سبحوا الرب العلي. هللويا هللويا. نبارك الملك السماوي. هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. نسجد للابن الوحيد. هللويا هللويا. نشكره لعظمة مجده. هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنت وحدك القدوس. هللويا هللويا. أنت وحدك العلي. هللويا هللويا. لنصلي. جئنا اليوم نشيد بذكر العذراء القديسة مريم سيدة الجبل، فجد لنا يا رب شفاعتها كي ننال نحن أيضا من ملئك نعمة على نعمة. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. يروي القديس يوحنا ما رآه في رؤياه من بهاء العذراء المنقطع النظير وعملها العظيم للدفاع عن كنيسة الله المختارة والعبور بها إلى بر الأمان، إذ كانت هي أداة الخلاص الذي انتظره الشعوب. امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها. القراءة الأولى قراءة من رؤيا القديس يوحنا. انفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع الأمم بعصاً من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء:
الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. كلام الرب. تتحدث القراءة الثانية عن مريم الأم الحنون التي كانت تجمع أبناءها من حولها للصلاة، والتي كانت الخيط الواصل بين الأرض والسماء بعد صعود يسوع الممجد ليستقر عن يمين الآب. القراءة الثانية: مريم ترافق الكنيسة منذ نشأتها. قراءة من أعمال الرسل القديسين. بعد أن رفع يسوع إلى السماء رجع التلاميذ إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرتلماوس ومتى
ويعقوب بن خلفاه وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل بشير المجد لك يا رب وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم الفتاة مريم فدخلا إليها فقال السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك فداخلها اضطراب شديد لهذا الكلام وسألت نفسها ما معنى هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم فقد نلت حظوة عند الله فستحملين وتلدين ابنا فسمه يسوع سيكون عظيما وابن العلي يدعى ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود ويملك على بيت يعقوب أبد الدار ولن يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا فأجابها الملاك
إن الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يودع. وها إن نسيبتك إليصابات قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى قران، فما من شيء يوجز الله. فقالت مريم: أنا أمة الرب، وليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. المرأة الفاضلة من يجدها؟ إن قيمتها فوق اللآلئ. أيها الإخوة والأخوات، أصحاب السيادة، الإخوة المطارنة، المطران مارون والمطران ياسر، مسنيور روبرتو ممثل السفارة البابوية في عمان، المسنيور خالد عكشي ممثل مجلس حوار الأديان في الفاتيكان، Your Excellency the Ambassador of Chile، سعادة النائب منير زوايدة المحترم، الإخوة الكهنة، الأخوات الراهبات، أيها المؤمنون القادمون من مختلف رعايا الأردن، أحييكم جميعاً يا من جئتم إلى هذا المزار للمشاركة في الذكرى السنوية لعيد سيدتنا مريم العذراء سيدة الجبل. أحييكم بمحبة المسيح، وأطلب لكم كل النعم التي تحتاجونها أنتم ورعاياكم وعائلاتكم. إن إكرامكم للسيدة العذراء في شهر أيار وفي أعيادها واليوم أيضاً هو مصدر بركة لكم ولنا جميعاً. والبيت الذي تحميه الأم السماوية هو بيت مبني على الصخر، إن هبت عواصف الشر وسالت مياه الموت فإن هذا البيت سيبقى شامخاً بشموخ سيدتنا مريم أم المسيح. ولنعد الآن إلى السؤال الذي طرحناه في بداية هذه العظة: المرأة الفاضلة من يجدها؟ من هي المرأة الفاضلة؟ ما هي صفات المرأة المثالية في نظركم وفي نظر الله أيضاً؟ عادة نتوقع من المرأة المثالية أن تمتاز بصفات أساسية، أولها الرقة والحنان، فالمرأة التي تخلو من الرقة والحنان ليست امرأة مثالية، فالمرأة تمثل القلب، والقلب هو مركز الحنان والرقة والمحبة. نتوقع من المرأة المثالية أن تكون ذكية، لماحة، سريعة إلى الفهم، وعفوية، كما ينتظر الناس من المرأة أن تتمتع بقسط من الجمال. وكيف تنطبق هذه الصفات على مريم العذراء أمنا؟ نعم، امتازت مريم بالرقة والحنان، والروايات القليلة التي يرويها الإنجيل عن مريم تثبت ذلك. فوجودها في عرس قانا الجليل،
واكتشافها، وكانت المرأة الأولى التي اكتشفت أن الخمر نقصت، يدل على تنبهها وعلى تعاطفها مع أهل العرس، وهي التي تدخلت بكل محبة وطلبت من ابنها أن يقوم بالمعجزة الأولى لينقذ أهل العرس من كارثة كانت ستحل بهم. كذلك زيارتها إلى خالتها في عين كارم ومكوثها 3 أشهر للمساعدة والخدمة إنما هو دليل آخر على رقتها وحنانها ومحبتها. ولا بد أن نذكر بعض الآيات من الكتاب المقدس التي تحثنا أن نتمثل نحن أيضاً بهذه الصفات المريمية، إذ يقول القديس بولس: ليود بعضكم بعضاً بمحبة أخوية، تنافسوا في إكرام بعضكم لبعض، كونوا للقديسين في حاجاتهم مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء مبادرين، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. والآيات التي تتكلم عن المحبة في الكتاب المقدس لا تعد ولا تحصى. أما الصفة الثانية التي نريدها أن تكون في المرأة ونجدها في مريم فهي الذكاء. كانت مريم أمنا تتمتع بذكاء خارق نسميه الحكمة، وفي طلبتها نحن نطلب شفاعتها تحت اسم يا كرسي الحكمة صلي لأجلنا، ونقول يا أم المشورة الصالحة صلي لأجلنا. فلا يكفي الذكاء وحده إن لم يقترن بالحكمة والفهم والفهم والمشورة والعلم. عند البشارة مريم طرحت سؤالين، وطرح السؤال المناسب في الوقت المناسب إنما هو علامة ذكاء. طرح السؤال المناسب في الوقت المناسب أمام الشخص المناسب هو علامة ذكاء. سألت نفسها عندما بشرها الملاك: من أين يأتي هذا السلام؟ وعندما أخبرها بأنها ستكون أماً سألته: وكيف يكون لذلك وأنا لا أعرف رجلاً؟ وفي نشيد تعظم فهمت مريم من خلال النشيد ما هو المخطط الأساسي لله في تاريخ البشر، فهمت الخطوط العريضة لتاريخ الخلاص. وما هي هذه الخطوط العريضة التي فهمتها مريم؟ فهمت أن لله مخططاً على البشرية، فهمت أن الله يحط المتكبرين ويرفع المتواضعين، ومن يفهم ذلك يكون حكيماً. أما عن الجمال فحدثوا ولا حرج، فنحن نسمي مريم في الطلبة يا أرزة لبنان، نسميها يا وردة سرية، هي ألقاب إنما تدل على الجمال الروحي الداخلي الذي تمتعت به أمنا السماوية، جمال يزيده البراءة، فالبراءة والجمال يقترنان معا، فالجمال الحقيقي يأتي من جمال النفس ومن البراءة الداخلية. ومن أكثر براءة من تلك التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية؟ ومن أكثر براءة من مريم التي لم تعرف خلال حياتها أو لم تعرف الخطيئة إليها سبيلاً طيلة حياتها؟ هنا نستطيع أن نجيب المرأة الفاضلة على هذا السؤال: المرأة الفاضلة من يجدها؟ إن المرأة الفاضلة في نظرنا اليوم وغداً ودوماً هي مريم العذراء، لأنها تحلت بكل ما يجب أن تتحل به المرأة المثالية من حنان ورقة ومحبة وذكاء وحكمة وجمال روحي. لتكن مريم شفيعتنا في كل صعوبات حياتنا.
ونموذجا لنا كل يوم. يا مريم سيدة الجبل صلي لأجلنا، يا مريم سيدة الجبل صلي لأجلنا، يا مريم سيدة الجبل صلي لأجلنا. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل السنة نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وتجسد عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. أيها الإخوة والأخوات لنرفع طلباتنا وحاجاتنا إلى من هو قادر أن يستجيب لنا. أيتها الأم العذراء يا من تفوقين سائر الخلق اتضاعا وسموا نسألك أن تتضرعي لنا عند ابنك يسوع بأن يحفظ قداسة البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باديستا وجميع الأساقفة والكليروس كي يقودوا الكنيسة بهداية الروح القدس في طرق القداسة فيظهروا صورة الله في العالم من خلال أعمالهم وأقوالهم. أنت يا أم الرحمة اطلبي لنا من يسوع من أجل ملكنا المحبوب جلالة الملك عبد الله الثاني ليهبه الله الحكمة ويمده بالصحة والعافية ليبقى راعياً للأردن وحاميه وليحفظ الله أردننا في نعمة السلام وليثبت أواصر الأخوة والتضامن بين المواطنين ليسيروا في طريق الخير. يا ربنا اطلب استجب يا رب. أيتها الأم البتول الفائقة القداسة يا من كنت لنا عونا مستديما إليك نتوسل أن تقفي إلى جانب عائلاتنا المسيحية وخصوصا تلك التي تمر بمختلف الصعوبات كي يجدوا في المحنة طريقا إلى تثبيت الحب ولتبقى العائلة المقدسة هي رمز وأساس عائلاتنا المسيحية فيكونوا شهودا أمناء لرسالة السيد المسيح على الأرض. إلى ربنا يا ملكة السلام نتوسل إليك من أجل أن تعم الوحدة والسلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط فلتحول قوة الروح القدس البغض إلى محبة وحب الانتقام إلى مغفرة فيفيض السلام في القلوب
فتتحقق العدالة والوحدة بين الدول والشعوب. أيتها البتول مريم، نذكر أمامك قدس الأب يوسف نعمات الذي خدمك بأمانة وثبت حياته بالتعبد إليك، فشجع المؤمنين من الاقتراب إليك وبنى لك هذا المزار الذي يأمه المؤمنين من مختلف دول العالم، فاذكريه لدى ابنك يسوع المسيح. إلى ربنا أطلب استجب يا رب. تحنني يا أمنا البتول على جميع الموتى المؤمنين من أهلنا وأخوتنا وأقاربنا وجميع الأنفس المطهرية المنسية، ليكونوا جميعاً من ذوي الميراث السماوي وشركاء في مواعيد ابنك السماوية، فننال نحن وإياهم مراحم ابنك وننال غفران خطايانا. إلى ربنا أطلب استجب يا رب. أيتها البتول مريم سيدة الجبل الفائقة القداسة، تحنني علينا وتشفعي لنا لدى ابنك يسوع، كي لا يسمح بأن تبعدنا الصعوبات عن طريق الإيمان والرجاء والمحبة، وليرى فينا الآخرون شهوداً حقيقيين للمسيح. إلى ربنا أطلب استجب يا رب. عذر ديني بياناني أبو بيمبر ما තුලින් අප මුළු ලොවටම අවශ්‍ය සාමය හා සමගියද කුඩා දරුවන් ඇතුළු මුළු ජනතාවටම අවසි රැකවරණය ද ලැබෙන පිණි සදා يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى طلبات كنيستك الواثقة بالمسيح ربنا. آمين. طعام الفقراء، نقدم لهم ما هو من حقهم، نقدم لهم مما أتمننا الله عليه من عطايا، لنعيش المحبة الأخوية الصادقة ونشعر بلذة العطاء، ونرى الابتسامة على وجوه من وصفهم المسيح بقوله: فكلما صنعتم هذا لأحد من إخوتي فلي قد صنعتموه. فاقبله يا رب وبارك. الورود، هذه الورود التي تلبس بهاء الطبيعة بألوان عجيبة تسر النظر. تعرف حق المعرفة أنك يا مريم تفوقينها جمالاً وبهاءً، وهي تدرك أن قيمتها تزداد وعبيرها يفوح أضعافاً عندما توضع عند قدميك يا مريم، فاقبلها يا رب وبارك. البخور، مع دخان هذا البخور وعبقه نجبل صلواتنا وشكرنا وابتهالاتنا مرددين مع أجواق الملائكة والقديسين أنك قدوس إلى أبد الآبدين، ونرفعه إلى عرشك السامي، فاقبله يا رب وبارك. المسبحة الوردية، كل حبة من حباتها تنساب بين أنامل المصلين الواثقين بمفعولها العجيب،
الذي يزودنا بالنعم ويغمرنا بالبركات. نقدمها لك يا أمنا، طالبين إليك أن تلهبي قلوبنا بحبك وحب ابنك، فاقبلها يا رب وبارك. الخبز والخمر. بهما تتم ذبيحة الصليب كل يوم وعلى مدار الساعة على هياكل الرب في كل بقعة من أنحاء العالم. هما غذاء البشر الذي لا ينضب ونبع الحياة لكل طمآن. هما جسد ودم من يتجسد على هيئة طفل ليبدأ مخطط الخلاص ويختتمه بجسد معلق على الصليب ليكون ذبيحة كفارة عن كل البشرية. فاقبلهما يا رب وبارك. Yeah.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يا ربنا تقبل تقدماتنا وأقم منها سر خلاص، وبقوة هذا السر أضرم قلوبنا بمحبة مريم البتول أم الله، وأشركنا معها في عمل الفداء بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسداً بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولوداً، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعباً مقدساً، فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد منشدين. إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح.
ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس الطوباوي والمدبر الرسولي بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وجميع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اغتنيته. استجب متحنناً لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا وأخواتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. إننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعاليمه الإلهي نجسر ونقول جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك. آمين.
بمحبة وفرح تبادلوا سلام المسيح. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن كل كلمة تتبنى نفسي. لنتقدم بقلوب يلهبها الحب، لنقبل المخلص الفادي ضيفا عزيزا، ونملكه على مجامع قلوبنا وكل حواسنا، لتصبح أجسادنا بيوتا مهيئة يسكنها المسيح كما سكن في رحم العذراء مريم في غابر الزمان.
لنصلي. ها قد نلنا عربون الخلاص والحياة، فنتضرع إليك يا من نظرت إلى أمتك المتواضعة كي تنعم على الكنيسة بفضل البتول الوالدي بأن تنشئ جميع الشعوب على بشرى الإنجيل، وأن تغمر المعمورة كلها بفيض من الروح بالمسيح ربنا. آمين. قبل ما ننهي القداس من واجبنا نشكر كل الأشخاص اللي بفضلهم كان هذا الاحتفال البهيج ممكن. طبعاً راح أسمي الأشخاص، أرجو أن لا أنسى أحداً. أولاً أريد أن أشكر كهنة الكلمة ورهبات الكلمة المتجسد الذين يحرسون هذا المزار ويساعدون في هذه الرعية، ممثلين بالأب سيمون والأب يوسف والراهبات الفاضلات. شكراً أبونا على كل الاستعدادات والناجحة. بدي أشكر أيضاً كل من جعل هذا الاحتفال ممكناً، شكراً لجوقة ينبوع المحبة، شكراً للكشاف كشاف الحصن وللخدام الهيكل زقفولهم، شكراً لشبيبة عنجرة وأيضاً للذين قاموا بالتفسيرات والشروحات خلال الاحتفال، شكرا أيضا لسيدات عنجرة لكل ما قاموا به من تحضيرات. وأخيرا نشكر عطوفة المحافظ الذي زارنا في بداية هذا الاحتفال ليقدم للرعية وللأبرشية التهانئ بهذا العيد، وأيضا الأجهزة الأمنية التي ما زالت حول المكان. وأخيراً وليس آخراً نشكر الضيف القادم من لبنان الأب فادي ثابت لإحياء هذا المهرجان. وإن نسيت أحداً ذكرونا. الرب معكم وروحك ليكن اسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض بشفاعة سيدتنا مريم العذراء سيدة الجبل. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.